قعدت وانا وهو قدام المأذون، عينينا رافضة تيجي في عينين بعض. بصينا المأذون وقال لنا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ادوا نفسكم فرصة تانية قبل ما تاخدوا الخطوة اللي ما فيهاش رجوع. مصطفى قال له انا عن نفسي مش عايز اطلق يا شيخ، اقنعها تسامحني. بصيت له بتصميم وقلت له بس انا مصمم على الطلاق يا شيخ. المأذون قام من مكانه وسابنا وقال لنا قبل ما يخرج انا هسيبكم شوية مع بعض، يمكن يكون دي اخر فرصة ليكم، وبعدها هنفذ لكم اللي انتوا عاوزينه. خرج المأذون وسابني انا ومصطفى. لحظة صمت طويلة ما فيهاش اي كلام، كانت عينينا هي بس اللي بتتكلم. هو نظرته كان كلها رجاء، اما انا كانت نظرة كلها عتاب ووجع. فضلت بص لمصطفى ورجعت بالزمن سنين لورا لأول لحظة شفته فيها. مصطفى كان زميلي في الجامعة، كان أول مرة أعرف فيها يعني إيه قلب يدق، يعني إيه إنسان يتلخبط لما يشوف حد ما يعرفوش. كان أول مرة أعرف فيها يعني إيه حب. كنا زملاء في كلية الصيدلة، ومن أول يوم وحصل الإعجاب بينا إحنا الاتنين، وكبر الإعجاب لحب، وكان كل يوم بيكبر مع الأيام. ياه أحلى ذكريات. كان دايما يقول لي يا آية أنت مستقبلي اللي نور قدامي من أول لما حبيتك. كنت بفرح قوي بكلامه ليا وحبه ليا اللي دايما بيلمع في عينيه. حتى غيرته الحامية كنت ببقى فرحانة بيها، كنت شايفاها حب زيادة، رجولة، حمشانة زي ما بيقولوا. ده أنا حتى كنت دايما أغنيله يا واد يا تقيل. كنت صغيرة وكل حاجة بيعملها مصطفى بتفرحني، ما هو أصل في الفترة دي الحب ما بيخليناش نشوف أي عيوب في اللي بنحبهم. واتخطبت أنا ومصطفى، وبعد التخرج اشتغل واتجوزنا وبدأت حياتنا واحدة واحدة. كانت إيدي في إيده في كل حاجة، هو بيشتغل وأنا بشتغل عشان نبني حياتنا. كانت حياة هادية ومثالية بالنسبة لأي اتنين اتجوزوا بعض عن حب، إلا من حاجة واحدة. العيب اللي كنت فاكراه ميزة في مصطفى واللي كان زمان بيفرحني دلوقتي بقى بيضايقني، غيرة مصطفى. مصطفى كان غيور بشكل صعب جدا، بالرغم ان جمالي طبيعي، ست عادية يعني، مش ملكة جمال ولا حاجة. لكن مصطفى كان رأيه مختلف، ومع الوقت غيرته بقت سبب مشاكل بيننا. فأول جوازنا مصطفى كان رافض ان اشتغل ورافض ان اقف في الصيدلية اللي رايح واللي جاي. طب ما أنا صيدلانية ودي شغلتي، إزاي مصطفى يمنعني منها وأنا بعرف أوقف كل واحد عند حده؟ كان يقولي لو عرفتي توقفي واحد مش هتعرفي توقفي التاني. وبعد إقناع طويل وافق إن أشتغل في الفترة الصباحية، لأني ما بيكونش فيها شغل كتير والقلق كله بيبقى في فترة بالليل. لكن رغم كده ما كانش بيبقى مرتاح، كل شوية تليفون وكل شوية يقولي قوليلي بتعملي ايه؟ كم زبون جالك؟ ستات ولا رجالة؟ حد ضايقك؟ حد استظرف معاكي؟ ما كنتش بعرف اشوف شغلي منه، لحد ما لقيته اقترح عليا اشتغل معاه في نفس الصيدلية اللي بيشتغل فيها، في نفس الشيفت بتاعه، وان الصيدلية كبيرة وبيبقى فيها اكتر من دكتور في الوردية الواحدة. وهو كلم صاحب الصيدلية ووافق. انا كنت عايزة اريحه عشان كده وافقت اشتغل معاه. بس تفتكروا اللي زي مصطفى بيرتاح؟ ابدا، دماغه بتفضل شغاله 24 ساعه. كان طول الورديه عينه عليا، لو زبون راجل جه يشتري يقف هو مكاني، بس احيانا كانت بتبقى الصيدليه زحمه جدا ومفيش وقت ان احنا ننقي مين هيبيع لمين. كنت لما بقف مع زبون ابيع له او يسالني على اي علاج يقولي بتهزري مع ده ليه؟ مبتسمه ليه؟ ده بيستظرف وده بيعاكس وده وده. ياه مشاكل كتير وانا بريئه من كل ده، انا بتعامل في حدود. لكن هو غيول لابعد الحدود، غيرته وصلتنا انه مبقاش مركز في شغله وباع حاجات كتير غلط كانت هتعمل مشكله للصيدليه. وصاحب الصيدليه اتضايق مننا واضطرينا نسيب الشغل، ومن صيدليه لصيدليه ومن شغل لشغل. وسي مصطفى لا بيرتاح ولا بيبطل غيره، بالعكس غيرته بتتطور معاه. لحد ما جالي في يوم وقال لي انت لازم تسيب الشغل. قلت له اسيب الشغل برضه يا مصطفى؟ يا مصطفى احنا لسه بنبدا حياتنا،
ومحتاجين لكل قرش عشان نقدر نقف على رجلينا، وولادنا لما يجوا ما يتعبوش معانا. قال لي وهو متعصب: مالكيش انتي دعوة، مصاريف البيت ده مسؤولية الراجل مش الست. الست اتخلقت عشان تقعد في البيت وما تتبهدلش. قلت له: مين قالك اني بتبهدل في الشغل؟ انا دكتورة، يعني شغلي ما فيهوش بهدلة. قال لي: كفاية نظرة اي راجل ليكي، ولو واحد كويس 10 وحشين. انا ما اقدرش امنع نظرات الناس عنك، لكن اقدر اخليكي في البيت ومتحافظ عليكي. مفيش فايدة، مصطفى كان مصمم على رأيه، لازم اقعد في البيت وما اشتغلش. ولما اشتكيت لبابا وماما من غيرة مصطفى وانه مصمم ان اقعد في البيت، بابا رد وقال لي: عنده حق، ده راجل عايز يحافظ عليكي. بذمتك اروح اقول له ايه؟ بنتي بتشتكيلي عشان جوزها بيخاف عليها ومش عاوز يبهدلها. وماما ردت وقالت لي: يا خايبة، حد يلاقي راجل بيخاف عليه وعايز يريحه ويزعل؟ انت صغيرة ومش فاهمة مصلحتي. واستجابة لرأي مصطفى ورأي ماما وبابا، قعدت في البيت. بس للأسف أنا كنت شايفة اللي كلهم ما كانوش شايفينه. وتمر الأيام ومصطفى بيشتغل ليل نهار، صبح وليل، عشان يعوض نقص الدخل بسبب عدم شغلي. أما أنا فحاولت أتأقلم على قعدة البيت، خصوصا لما جبت ابني زياد، والحقيقة كان شاغل معظم وقتي. بس ده ما يمنعش أني اشتقت للشغل. لكن تفتكروا دكتور مصطفى هيكتفي بقعدتي في البيت وغيرته هتقف عند الحد ده؟ في يوم كنت عند مامته وبابا، وبصراحة أنا بحبهم جدا وبعتبرهم بابا وماما التانيين، لأنهم حنينين وطيبين جدا. مش هما بس، كمان أحمد يبقى أخو مصطفى الصغير وفي ثانوية عامة. كنت قاعدة مبسوطة وسطهم وبضحك وبهزر، بس مش بطريقة مبالغ فيها. فجأة لقيت مصطفى تنرفز وقال لي: يلا يا آية نقوم. الكل بصله باستغراب: هو ماله؟ قلب فجأة كده ليه؟ ولما روحنا سألته: مالك يا مصطفى؟ لقمت مرة واحدة وشكلك متضايق. قال لي: ايه، اتضايقتي ان احنا قمنا، ولا كنت عاوزة تكملي قعدة الضحك والمسخرة؟ بصيت له بصدمة وقلت له: مسخرة؟ مسخرة ايه يا مصطفى؟ قال لي: قاعدة تضحكي وتهزري ولا كأني في شاب غريب قدامك. قلت له: شاب مين ده؟ اوعى يكون قصدك على أحمد. أحمد ده زي أخويا الصغير. هو فعلا أخويا الصغير، إحنا لما اتخطبنا كان أحمد في ابتدائي. أنا كنت بشوفه طفل صغير وبجيب له لعب وحلويات وأنا رايحة لكم. قال لي: ده كان زمان، دلوقتي أحمد كبر وكلها كم شهر ويدخل الجامعة، عشان كده مش عايزك تضحكي ولا تهزري معه تاني. بصيت له باستغراب، لكن هو كمل كلامه وقال لي: أقولك، أنا كنت مأجل القرار ده بقالي كتير، بس الظهر جه وقته. قلت له: قرار إيه يا مصطفى؟ قال لي: آية، أنت لازم تتنقبي. قلت له: نعم أتنقب؟ أنت بتهزر يا مصطفى؟ قال لي: بهزر ليه؟ هو الاحترام وحش ولا المنتقبين مش عاجبينك؟ قلت له: أولا أنا محترمة ولبسي وحجابي محترمين، ثانيا المنتقبين على عيني وعلى راسي، بس أنا لازم أكون مستعدة للخطوة دي، لازم أبقى قدها، ما ينفعش تخصبني عليها. قال لي: أعتقد ده حقي عليكي كجوزك، أنت هتتنقبي عشان النقاب هيحدد التعامل مع الناس، سواء أخويا أو غيره. كان كلامه ليا صادم. الفكرة مش في رفضي للنقاب، الفكرة أنه بيخصبني على حاجة. المفروض أن خطوة زي دي أخدها بإرادتي، وأنا مستعدة ومبسوطة بالقرار ده. وبعد جدال طويل مصطفى صمم على رأيه، وكالعادة وافقت عشان أرضيه وريحه. هو أنا يعني بروح فين؟ واتنقبت حسب رغبة مصطفى. كنت دايما بقنع نفسي بكلام بابا وماما إنه خايف عليا وإن غيرته مش مبالغ فيها، لكن كل يوم مصطفى كان بيبقى أصعب من اليوم اللي بعده. ما تنزليش السوق، أنا هجيبلك اللي أنت عايزاه. كنت أقوله: يا مصطفى، ما أنا مخبية كل حاجة فيا. يرد يقولي: الست فتنة في كل أحوالها، ما تفتحيش الشبابيك كتير، ابقي انشري الغسيل على المنشر جوه، ما تطلعيش الزبالة للزبال، ما تعمليش، ما تفتحيش، خلاص تعبت يا ناس، غيرته خنقتني. حسيت كأنه بيخنقني بإيديه ورافض إني أتنفس. حتى لما حملت في حمل التاني وولدت ساجدة بنتي، صمم إني أتابع مع دكتورة وأولد معاها واتطمن إن كل طقم الولادة هيبقى كله ستات.
مصطفى حبيبي حول حبنا لخنقة، خنقة بتخنقني في كل لحظة. خلى المملكة اللي كنت بحلم أعيش فيها معاه سجن، سجن محبوسة فيه مش قادرة أشوف النور. غيرته موتت كل حاجة حلوة. مصطفى كرفت حتى إن إحنا نخرج أو نصيف. غيرته تحولت لخوف مرضي من كل اللي حوالينا، لحد ما حصلت الحاجة اللي حولت غيرته لمشنقة قضت على قصتنا. في يوم بابايا تعب قوي وماما كلمتني وقالت لي إن بابا تعبان قوي وجات له الأزمة، أصل بابا مريض قلب. من غير ما أحس لبست بسرعة وخدت ولادي وجريت على بيت بابا. وأنا قدام البيت لقيت مصطفى بيرن على الموبايل، رديت عليه لقيته متعصب جدا وبيقول لي انت فين وليه مش بتردي على تليفون البيت. قلت له انا بعيط، انا رحت لبابا عشان تعبان قوي يا مصطفى. قال لي وازاي ما تكلمنيش وتقولي لي؟ قلت له معلش حقك عليا، بس خضتي على بابا خلتني نزلت على مالا وشي. قال لي لما اجي هتصرف معاكي، وقفل في وشي السكه. ما قدرش لحظه القلق اللي كنت فيها على بابا. جريت على شقتنا ولما دخلت لقيت ماما خارجه من الاوضه ومعها أيمن ابن عمي. قلت لها بابا ماله يا ماما؟ قالت لي وهي بتعيط أبوكي تعبان قوي يا آية. أيمن رد وقال لي ما تقلقيش يا آية، إن شاء الله هيبقى بخير، جات له جلطة في القلب، بس أنا اديته حقنة الدواء بالجلطة على ما عربية الإسعاف تيجي. دخلت شفت بابا كان تعبان قوي ومش قادر ياخد نفسه. وطيت بوست إيده وخرجت، وفضلنا مستنيين عربية الإسعاف، أنا وماما قلقانين وبنعيط وأيمن بيحاول يهدينا ويطمننا. أيمن ابن عمي وأكبر مني بخمس سنين، خريج كلية الطب، اتقدم لي زمان وأنا في الكلية، بس ساعتها كنت بحب مصطفى عشان كده رفضته. ومن ساعة ما اتجوزت مصطفى وأنا ما شفتش أيمن ولا مرة ولا أعرف عنه أي حاجة، زيه زي باقي الناس اللي مصطفى منعني عنهم. وفي عز ما احنا قلقانين ومستنيين عربية الإسعاف لقينا الباب بيخبط. راحت ماما فتحت بلهفة، افتكرت انهم بتوع الاسعاف، لكن دخل مصطفى والشر خارج من عينيه، ما كانش شايف ولا حاسس هو بيعمل ايه، خصوصا لما شاف ايمن ابن عمي موجود وقاعد معانا. دخل وهو متعصب وقال لي انت ازاي تيجي هنا وانا مش معاكي؟ انا مش قايلك ما تخرجيش من غير اذني؟ قلت له بابا تعبان يا مصطفى، كان لازم اجي اشوفه وما كانش ينفع استناك لما ترجع. قال لي ما كانش ينفع تستنيني ولا عشان ما جيش معاكي واشوف البيه، طبعا كنت هبقى عزول في القعدة. حطيت ايدي على بقي وقلت له انت بتقول ايه، انت اتجننت يا مصطفى؟ ماما قالت له عيب يا ابني، انت بتكلم واحدة بنت ناس. قال لها بنت الناس ما تخرجش من غير اذن جوزها، خصوصا هو منبه عليها انها ما تخرجش من غيره، بس بنتك خرجت ولا كأنها ليها راجل عامله له حساب، والله اعلم خرجت قبل كده من ورايا كم مرة. قلت له وانا بعيط كفاية بقى يا أخي، أبويا جوه تعبان، أنت إيه الغيرة عمت عينك بقت مريض بيها، مش شايف غير غيرتك وشكك وبس. وقبل ما يتكلم جت الإسعاف ودخلوا عشان ياخدوا بابا، لكن خلاص مفيش فايدة، بابا كان مات. صدمة موت بابا كسرتني وفاتت أيام العزاء، وأنا في بيت بابا حزينة وموجوعة. وفي الوقت ده كنت بتجنب أتعامل مع مصطفى، بالرغم من أني كنت بشوف نظرة الندم في عينيه. وبعد أسبوع من موت بابا لقيت مصطفى بيقول لي مش هنرجع بيتنا ولا إيه يا آية؟ رديت عليه بكلمة واحدة، طلقني يا مصطفى. رجعت للواقع من تاني بعد ما افتكرت كل حاجة حصلت بينا. خلي المأذون علينا وبصلي وقال لي ها يا بنتي لسه مصممة على الطلاق؟ قلت له آه يا شيخنا مصممة. الراجل اللي يحول غيرته وخوفه على مراته اللي مشنقة يخنقها بيها لدرجة انه يوصل بيني يشك فيها، يبقى ما استاهلش انها تعيش معاه. بصلي مصطفى بندم وقال لي أرجوكي سامحيني، انا عرفت غلطتي خلاص وصدقيني انا ندمت واتغيرت. قلت له سامحك عليا يا مصطفى، انت كنت السبب في موت ابويا، شكيت فيا، منعتني عن النور والحياة، أنا مش مستعد أرجع لسجن غيرتك تاني، مش مستعد أرجع معرفش أتنفس تاني. المأذون بصله وقال له يا ابني في شعر رفيع بين الغيرة وعدم الثقة،
ولو الشعرة دي اتقطعت كل حاجة حلوة بتضيع. غيرتك المبالغ فيها اتحولت لمرض، خليتك تشك في كل اللي حواليك، بقى عندك وسواس ان اي حد بيبص لمراتك. وطالما انت واثق في اختيارك للست اللي هتصونك وتحافظ عليك في غيبتك، حتى لو وسط 100 راجل هتعرف تحافظ على نفسها، يبقى ليه تخنقها وتحول غيرتك لسجن ليها وتكرهها في العيشة معاك؟ بصلي المأذون وقال لي: وانت يا بنتي، صحيح هو غيرته كان مبالغ فيها، بس ده ما يمنعش انه بيحبك بجد. اللي بيحب بيخاف على اللي بيحبه. واحدة واحدة حاولي تغيري طبعه وتطمنيه، واوعي تزعلي من غيرته. ده في ستات بتتمنى ان جوازها يغيروا عليهم ويخافوا عليهم. ولو على وفاة موت والدك، ده عمره يا بنتي وكان هيخلص في الوقت ده مهما حصل. اديله فرصة تانية وما تخربيش بيتك وتسيبي راجل بيحبك بجد. بعدها قرب مني مصطفى ومسك ايدي وقال لي: حقك عليا يا آية، صدقيني انا من النهاردة هتغير ومش هخنقك تاني، بس ما وعدكيش ان بطل غير عليكي لاني بحبك جدا، لكن اوعدك اني احكم عقلي في غيرتي ومش هسمح لها تهدم سعادتنا ولا تخنقنا. رد المأذون وقال لي: ها يا ست الستات، موافقة تدي جوزك فرصة تانية؟ قلت له: موافقة بس بشرط. فعلا رجعت المصطفى بعد ما وافق على شرطي وبدأ فعلا ينفذه. شرطي ليه انه يروح لدكتور نفسي ويتعالج، وفعلا راح لدكتور وقال له ان الغير عنده اتحولت لوسواس وخوف من كل الناس اللي حواليه واحساس انهم كلهم طمعانين فيا. وبعد فترة من العلاج مصطفى معاملته اتحسنت جدا معايا. اي نعم ما بطلش غيرة، لان الراجل اللي بيحب مراته بجد بيخاف عليها وبيغير على اهل بيته وحرمته، لكن بقى يحكم غيرته وما يسمح لهاش تخنق الحب والمودة اللي بينا، وبقى يفسحنا ويخرجنا في كل حتة طالما أماكن محترمة وطالما هو هيبقى معانا. أما أنا فبقت متمسكة بالنقاب لأني بقيت حاسة أنه بيحافظ عليا وبيصني، والأهم أني ما بقتش حاسة أني مغصوبة عليه زي الأول. بين الغيرة وعدم الثقة شعرة، لو اتقطعت بتتحول الحياة الجحيم، وساعتها بنفتح 100 باب للشيطان يدخل لقلوبنا ويولد الشك ما بيننا. الثقة بين الزوجين هي أهم أساس لبيت متين.